من هو ضاحي الخنفان؟ سمعت إعلان من إذاعة دبي تعلن تهيب بالشباب وبالمواطنين الانخراط في سلك الشرطة، وتعلن عن دورة للضباط ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، أول دورة للضباط في الخارج. فأنا قلت هاي فرصة. الذي هز مشاعري قوة الإعلان حينما يعني جاء يقول نهيب بالشباب، فهذا كنت الضحى جالس في ظل الضحى، ظلت الشمس من الخيمة وأنا قاعد في الظلة، وسمعت هذا يعني الإعلان القوي اللي يناشد الشباب ويهيبهم أنهم يلتحقون في سلك الشرطة. التحقت، راحت وسجلت. لكن قبل ما أروح يعني بالليل حوالي الساعة 8 قلت الوالد أنا بكرة رايح أسجل دورة في الشرطة، دورة ضباط. قال أنا ما أريدك تروح الشرطة، الله يرحمه. فقلت ليش؟ قال لا، الشرطة ما فيها ناس يعني مواطنين هذاك الوقت، طبعا ما في مواطنين، والشرطة لها سمعة يعني مش كويسة، والناس يسمونهم قمعيين. فكان ردي أنا طيب الوالد يعني نحن الآن الشرطة هاي شرطتنا، شرطة بلادنا، فإلى متى نحن بنظل برا عنها والأجنبي فيها؟ المفروض إحنا ندخل ونغير الصورة السيئة اللي الناس ما خطتنا عن الشرطة. أنا كان عمري 18 سنة، نظر لي نظرة كذي يعني حاسمة وقال عندك هذا التفكير؟ قلت نعم. لا توكل. تخرجت وجيت بعد سنة وشوي تقريبا ونص تعينت مدير مركز. تعينت مدير مركز يعني مواطن يشكو تعسف من شرطي. أول شكوى تجيني وشرح لي، استدعيت الشرطي وسألته، وفعلا تبين ان نعم قال انا سويت هذا. فانا عرفت ان هالتصرف غير صحيح من رجل الشرطة، فاعتذرت للشخص وقلت له سامحنا هذا خطأ من هذا الفرد واحنا بنحاسبه. فالرجل قال أرجوك أنا ما أريد المحاسبة، أنا يكفيني أنك أنت تأسفت. فجاني النائب لي وهو كان ضابط صف رقيب أول الذي كان يدير المركز قبلي، هو أقل رتبة مني، وقال ملازم ضاحية أنت تصرفت تصرف خطأ. قلت ليش؟ قال مو مفروض أن الشرطي يحس بأن هو إيش انكسر أمام المواطن وهيبته انكسرت. قلت كيف انكسرت هيبته؟ قال لأن لازم تخلي الشخص يطلع برا وبعدين تقول للشرطي أنت غلطت بدون ما يعرف المواطن هذا أنه أن الشرطي غلطان. فقلت له اسمع، أنا من الناس الذين إذا أخطأوا يعتذر. بعد نجاح في العمل طلبت إلى القيادة العامة ليكون مسؤول عن مكتب الانضباط، فسلمت هذا المكتب تقريبا يمكن سنتين، وبعدها رقيت إلى مدير يعني مركز مرة ثانية، ولكن مسؤوليات إيش أكبر. ثم بعد ذلك نقلت إلى القيادة. أول ما جيت إلى القيادة، القيادة كانت في عهدة قائد إنجليزي، كان القائد قائد الشرطة إنجليزي، عيني مدير للشؤون الإدارية. ففي الشؤون الإدارية قررت أن أعرب الملفات فترة يعني ثم تغير القائد الإنجليزي وجاء قائد مواطن، أول قائد مواطن،
أخ عبد الله بالهول، أنا بقيت مدير للإدارة، بعدين نقلت إلى مطار دبي، عملت في مطار دبي، ثم رجعت مرة ثانية للمركز الذي كنت فيه من قبل، ثم بعد ذلك نقلت إلى القيادة العامة كنائب لقائد الشرطة. فخلال 10 سنوات يعني تدرج في مختلف المناصب، لكن يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن عام 80 أتعين قائد عام الشرطة.